بكم أيها الطلاب الكرام في هذا العام الدراسي الجديد. نعم، ارفعوا رؤوسكم فخراً، فلقد انتصرت الثورة، لقد انتصر الحق وانتصرت الديمقراطية على الطغيان والذل، لقد انتصرنا على الفساد والرشوة والخونة. من الآن فصاعداً سيعمل الجميع لمصلحة هذا الوطن. اعلموا أن هذه الثورة قد أيقظت الضمير السياسي وألهمت العالم، فهنيئاً لكم يا طلاب الوطن. فليرفع المسيحي يده. اخرج من هذا الصف حالاً.